عقدت اللجنة الثقافية والاجتماعية لكلية الآداب بجامعة البحرين ندوتها الثقافية الثالثة تحت عنوان سيرة اللؤلؤ البحريني، التاريخ الثقافي ومسارات الاستدامة، وذلك احتفاء باليوم العالمي للتراث لنخبة من المتحدثين من داخل الجامعة وخارجها، بعد أن قدمت فرقة جلالي للفنون الشعبية مجموعة من أغاني الغوص على اللؤلؤ وأغاني البحر من فن النهمة وفن الفجيري. احنا دائما في كلية الآداب نسعى إلى توثيق التاريخ العظيم لمملكة البحرين، خصوصا في الفترة ما قبل النفط. مثل ما الكل عارف أن صيد اللؤلؤ هو التجارة، وفي نفس الوقت هو أيضا أصبح اليوم ثقافة للأجيال القادمة، بحيث يطلعون على تاريخهم العظيم اللي مروا فيهم أجدادهم السابقين، وإن شاء الله إحنا نفخر فيهم دائما، سواء كان التاريخ الماضي وأيضا التاريخ الحديث اللي طبعا مملكة البحرين قطعت أشواط كبيرة في وضع اللبنات للتنمية المستدامة في كثير من القطاعات الاقتصادية والتجارية، وأيضا طبعا صناعة اللؤلؤ هي فقط تذكير إن وين كنا وين اليوم أصبحنا في مملكة البحرين. تصدر أهمية ندوة سيرة اللؤلؤ البحريني التاريخ الثقافي ومسارات الاستدامة عن المحور الناظم لفعاليات اللجنة الثقافية والاجتماعية لكلية الآداب، وهي صناعة الابتكار الثقافي والاستدامة الثقافية لكلية الآداب في القرن 21. عندما نركز على صناعة اللؤلؤ أو سيرة اللؤلؤ البحريني، هي ذاكرة تاريخية ثقافية وطنية. البحرين اشتهرت بأجود أنواع اللؤلؤ، فأنا في طرحي في هذه الفعالية بتكلم عن الدور الاجتماعي لمسيرة اللؤلؤ اللي كانت قديماً، وكيف انعكست على دور المرأة اليوم. نحن اليوم نشوف أن المرأة البحرينية سباقة مقارنة بدول الإقليم، وهذه كلها يرجع إلى فترة الغوص. هذه من ناحية. من ناحية ثانية راح نتكلم عن مسألة الاستدامة للؤلؤ. اليوم اللؤلؤ هو تاريخ وإرث شعبي وثقافي موجود عندنا، طريقة استدامته هي واجب وطني يجب تحقيقه من خلال اللي هي إعادة إحياء هذه العادات، كما أن لها آثار أيضا إيجابية بيئية. اليوم إحنا لما نبتدي نخلي هذه الهيئات ما تقوم بعملية الاصطياد اللؤلؤ، هذه الهيئات تموت بعد فترة زمنية. فمسألة الاستدامة هي خلينا نسميها استدامة بيئية اجتماعية ثقافية للمجتمع البحريني. احنا اليوم هنا متواجدين لعرض مشروع مسار اللولو، ومشروع مسار اللولو شهد على اقتصاد جزيرة، يعد ثاني موقع مسجل على قائمة التراث العالمي في البحرين من منظمة اليونسكو العالمية. فإن شاء الله اليوم تواجدنا في هاي الندوة لعرض المشروع إن شاء الله، وراح نتناقش فيه عن الأعمال اللي ابتدت من أكثر من حوالي 15 سنة إلى المرحلة اللي حاليا وصلنا لها، فإن شاء الله تكون ندوة ثرية والكل يستفيد منها بإذن الله. وقد صاحب الندوة معرض دفتر اللؤلؤ، وهو سرد بصري احتفائي لآخر رحلة غوص على اللؤلؤ. هذا المعرض هو تجربة مشتركة بين المصور البحريني عبد الله الخان والكاتب والمصور الفوتوغرافي البحريني حسين المحروس. يوثق آخر رحلة غوص رسمية خرجت من البحرين للغوص على اللؤلؤ، حضرها عبد الله الخان مصور فوتوغرافي وثلاثة أجانب أيضا، واحد مصور سينمائي وفنان تشكيلي ومحرر. هؤلاء الأربعة كانوا فقط في هذه الرحلة. الرحلة استمرت أكثر من 10 أيام، بقي فيها عبد الله الخان 4 أيام تقريبا يلتقط الصور لكل الممارسات في عملية الغوص على اللؤلؤ. يوم التراث العالمي هو يوم تحتفل به دول العالم في يوم 18 من شهر إبريل من كل عام، ويتم برعاية منظمة اليونسكو ومنظمة التراث العالمي من أجل حماية التراث الإنساني، حسب الاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في باريس في عام 1972.
نظم مركز عبد الرحمن كانو الثقافي ندوة بعنوان الإنتاجية والعدالة صراعات أطراف الإنتاج بالشراكات الكبرى للأستاذ ياسر الحجيري رئيس نقابة عمال ألبا والأستاذ عبد الله علي نائب رئيس نقابة عمال ألبا وأدارت الحوار الأستاذة ندى ناجي عضو مجلس إدارة نقابة عمال ألبا. مركز عبد الرحمن كانوا يحرص يعني ويهدف إلى المشاركة والمساهمة في الفعاليات التي تقام سواء كانت داخل مملكة البحرين أو حتى في الخارج، ويأتي يعني احتفال المركز أو المشاركة بالنسبة للمركز في يوم العمال العالمي حسب يعني خطة هذا المركز واستراتيجيته. واستهلت الندوة بالإشارة إلى ما يشكله التوازن بين الإنتاجية والعدالة الاجتماعية من تحديات مستمرة تواجه الشركات الكبرى في ظل الاقتصاد المعاصر اليوم. إقامة هذه الفعالية وخصوصاً في أيام الاحتفال بالعيد العمال كانت يعني مناسبة جداً بالنسبة لنا، واختيارنا للموضوع كان متناسق مع الأحداث اللي قاعدة تصير في الاقتصاد العالمي، وإحنا اليوم نحب أن نراوي الأخوة للحضور أن شلون أن العمال وصلوا إلى مراحل أن يجب يفكرون خارج الصندوق والأدوات النقابية تتوسع وتستخدم في بناء الوطن. عمل هذه النوع من الاحتفالات هو شيء جدا مهم، خصوصا ذكرى يوم العمال، بحيث أن الكل يقدر يشارك بالتجارب اللي خضناها في الشركات وتبادل اختلاف التجارب بين الشركات نفسها. وفي ختام الندوة تم عرض أهم التوصيات للتعامل مع الصراعات والتحقيق التوازن، وكانت من أهم هذه التوصيات تطوير برامج التدريب للكوادر الإدارية، توسيع نطق التغطية النقابية، الحوار والتفاوض المستمر، تعزيز الشفافية والمشاركة، والعمل المشترك على السياسات العمالية، وفي نهاية الأمسية تم فتح المجال لمداخلات الجمهور وتم تكريم المشاركين من قبل إدارة المركز. تأتي إقامة ندوة عبد الرحمن كانو والتي حملت عنوان الإنتاجية والعدالة الاجتماعية من مبدأ اهتمام المركز بدعم القضايا العمالية في مملكة البحرين باعتبارهم أحد اللبنات الأساسية لهذا المجتمع. لبرنامج هنا البحرين حصة دوي. نظمت جمعية البحرين المسؤولية الاجتماعية مؤتمراً صحفياً في فندق جولدن تولب بالمنامة، وذلك تمهيداً لإطلاق جائزة الخليج الدولية المسؤولية الاجتماعية الثانية. هذه الجائزة تميز القطاعات الخاصة اللي تعمل في بناء التنمية المستدامة في البلد اللي هي منشأة فيه. كانت هذه الجائزة فكرة محلية، وكانت هي تحت مسمى جائزة البحرين الدولية للمسؤولية الاجتماعية اللي قمناها لأكثر من مرة، ولكن حبينا أن تكون هي ماخذة طابع خليجي لسبب أن كان في هناك طلب من بعض الشركات في دول الخليج أنهم يدخلون في جائزة يحبون أنهم يبرزون من خلالها دورهم الفعال في بناء مشاريع التنمية المستدامة. لجنة التحكيم تتكون من أعضاء من البحرين ومصر وفلسطين والأردن والسعودية، وتوقع مشاركة نحو 300 متقدم في جائزة الخليج الدولية الثانية للمسؤولية الاجتماعية. احنا هدفنا الأساسي اللي نطمح له نشر الوعي بين الشركات، والجائزة هي فقط حافز لهم. الهدف الأساسي ان احنا ننشر الوعي بين الشركات، نشجع اللي للحين ما بدوا، وننشر أفضل الممارسات بين الشركات أساس أنهم يقتدون فيها. حددت الجمعية البحرينية المسؤولية الاجتماعية تاريخ 15 من شهر مايو الجاري موعدا نهائيا لتقديم طلب الاشتراك في الجائزة، حيث أن مؤتمرا سينظم في شهر يونيو لإطلاق الجائزة.